أنا مريض مصطفى أحمد مازوز من ليبيا، نعاني من مرض الباركنسون اللي هو شلل الرعاش. طبعا المرض ده مرض غير مقاوم طبيا، فهمت؟ واكتشفت أنا في 2018 اكتشفت مرض الباركنسون عندي، والتجأت لعدة مصحات وعدة دكاترة في ليبيا، من ضمنها حتى في جيت لتركيا ومشيت لدكاترة تانيين فعلا في تركيا، فهمت؟ ولكن بعدين دلوني على الدكتور علي هنا في الميديبول، بصراحة تواصلت مع الإخوة في الميديبول وقرر العملية الجراحية، والحمد لله معنا تبنى العملية وكللت بالنجاح وإن شاء